السلام عليكم ورحمة الله. رح نتعلم بهذا الدرس كل شيء عن دمج المراسلات ببرنامج وورد. خلينا نفترض بداية أنه في عنا السيناريو الأول يلي هو عنا ملف فواتير يعتبر القالب للفاتورة. خلينا نشوفه سوا. فاتورة ضريبية، رقم الفاتورة، تغطي الفترة من إلى مع اسم الزبون، المبلغ والمبلغ كتابة. هذا نموذج الفاتورة. وفي عنا أيضا القائمة، قائمة البيانات اللي بدنا نحطها ضمن الفواتير. فكل سطر بهي القائمة بيمثل فاتورة كاملة. هي الفاتورة يلي رقمها واحد، يلي الفترة تبعيتها من 1/1/2021 إلى 1/2/2021. اسم العميل هو هاد، المبلغ هو هاد، والمبلغ كتابة هو هاد. إذا بدنا نحول هدول لعدد من الفواتير باستخدام هذا القالب. لنفرض إنه هون بدل ما أكتب من كتبت مت بالغلط، مشان نناقش شو يعني دمج المراسلات، ليش لازم نستخدم دمج المراسلات، ليش ما لازم نعملهم فاتورة تلو الأخرى. يعني قد يسأل سائل بيقول خلص أنا بفتح هاي القائمة بحطها هون، بفتح هاي القائمة بحطها هون، وبنسخهم وحدة وحدة من هون. ناهيك عن الأخطاء اللي بدها تصير عن النسخ، وناهيك عن الوقت اللي رح تاخده بعملية النسخ. ممكن إذا غلط صغير بالنموذج الأساس يضرب لك كل الفواتير اللاحقة. مشان هيك بهذا السيناريو لازم نستخدم دمج المراسلات. خلينا نبلش سوا. إذا للتأكيد في عنا النموذج اللي هو هذا ملف الوورد، وفي عنا القائمة اللي هي ملف الإكسل، قائمة الفواتير. كل سطر بهي القائمة بيمثل بيانات فاتورة كاملة. مثل ما أننا شايفين حاطط فوق رقم الفاتورة من إلى اسم العميل، المبلغ كتابة، المبلغ رقما، مشان بعد شوي لما بدي أدرجهم ببرنامج وورد أقدر لاقيهم بسهولة. تمام يا جماعة؟ رح نفتح القالب. فتحنا القالب، رحنا على شيء اسمه مراسلات. شغلنا بهاي القائمة هو ثلاث أشياء رئيسية. أول شيء تحديد المستلمين، بعدين إدراج الحقول بأماكنها المخصصة، بعدين إنهاء ودمج، وإذا بدك ممكن تعمل معاينة للنتائج. هدول الأربع خيارات يلي رح نستخدمهم. إذا رح نعيد. أولا تحديد المستلمين، ثانيا إدراج حقل الدمج بالأماكن المخصصة، ثالثا ممكن تعين النتائج، رابعا واللي هي الخطوة الأخيرة إنهاء ودمج. خلينا نمشي على الخطوات واحدة واحدة. تحديد المستلمين، استخدام قائمة موجودة. وين عندنا نحن قائمة المستلمين؟ هي ملف الإكسل اللي اسمه قائمة الفواتير، صح؟ راح أقول له فتح. اتأكدوا من تعليم هذا السطر يحتوي الرأس على رؤوس الأعمدة. نحن من شوي لما فتحنا النافذة ما شفتوا حطينا من فوق هدول، هدول هني رؤوس البيانات. إذا تأكدوا أنه هذا السطر معلم، رح نقول له موافق. طيب فلا بدنا نعمل الفواتير. إذا الخطوة الأولى هي كانت هاي، الخطوة الثانية إدراج الحقول بأماكنها المخصصة. بحط على رقم الفاتورة، هون بدي يتم إدراج رقم الفاتورة، بعمل هيك وبحط رقم الفاتورة. لاحظوا طلع لي رقم الفاتورة بهذا الشكل، رقم الفاتورة مع كوتيشنتين من هون ومن هون. هذا بيعني انه هو راح يروح يمر على الاسطر واحد تلو الاخر، كل رقم فاتورة راح يحطه هون. ايضا ادراج حقل دمج، هي من ادراج حقل دمج الى اسم الزبون، ادراج حقل دمج اسم العميل، ما بتفرق انت هونيك حسب هونيك شو مسميه بالاكسل. لاحظوا هون اسم الزبون، وهونيك مسمينه اسم العميل، فانت حسب شو مسميه بالاكسل. وهون المبلغ، وهون المبلغ كتابة. تمام؟ خلصنا هيك الخطوة الثانية. إذا الخطوة الأولى تحديد المستلمين، تستعرض الملف اللي عملته، ملف القائمة، ملف اللي فيه البيانات. الخطوة الثانية إدراج حقول الدمج ضمن أماكنها المخصصة. الخطوة الثالثة معاينة النتائج. لاحظوا لما بتفعلوا زر معاينة النتائج بيطلع لكم نتائج الفواتير. هاي الفاتورة الأولى رقمها واحد من كذا إلى كذا، اسم الزبون كذا، المبلغ كذا، فقط 1000 درهم مثلا. 3 4 5 هون بتتنقلوا بالنتائج. هاي الفاتورة التالية وهي الفاتورة السابقة. تمام؟ هاي آخر فاتورة بتاخدكم على آخر فاتورة رقمها 22، وهي بتاخدكم على آخر على أول فاتورة رقمها 1. رح نطفي معاينة النتائج، رجعوا كحقول رقم الفاتورة ومن إلى. تمام؟ هاي الخطوة قبل الأخيرة معاينة النتائج. إذا الخطوة الأولى تحديد المستلمين، الثاني إدراج حقول الدمج ضمن أماكنها المخصصة،
التالتة معاينة النتائج والتنقل فيهم بس لحتى تطمن إنه الفواتير عم تطلع معك كما يجب. الخطوة الرابعة والأخيرة إنهاء ودمج تحرير المستندات المنفردة. بعد شوي بالسيناريو التالي ما راح نفوت لهذا التفصيل، راح نشوف كيف نعمل إرسال رسائل بريد إلكتروني بالخطوة التالية بالجزء الثاني من الدرس. لكن بهاي الفترة تعالوا نفترض إنه نحن لازمنا المستندات كملفات وورد، فرح أقول له إنهاء ودمج تحرير المستندات المنفردة، خليها على الكل ورح أقول له موافق. فتح لي ملف وورد جديد، لاحظوا ملف وورد جديد فيه كل الفواتير، الفاصل بين كل فاتورة وفاتورة صفحة. لاحظتوا كيف؟ بدون ما يصير فيه أخطاء، بدون ما يحط رقم فاتورة لرقم فاتورة تاني، بدون ما يصير أي خطأ، طلع لي كل الفواتير. طيب الشغلة اللي كان بدي ألفت لكم نظركم إلها إنه نحن هون في عنا غلط بالنموذج الأساسي، فكرمال ما أروح أعدلهم وحدة وحدة، إذا صار في غلط بالنموذج الأساسي وحدة وحدة أو استعمل زر للبحث وما ينتج عنه من مشاكل، فنحن شو بنساوي؟ تعالوا نفترض إنه هلأ انتبهت إنه هاي المن هي مات، ما في أي مشكلة، بسكره هذا ما بحفظه، برجع بعدل بالنموذج الأساس بحطه من، وبرجع بولدهم من جديد من هون تحرير المستندات المنفردة، ورح أقول له موافق. إذا شو حقق لنا دمج الفواتير بهي السيناريو؟ بهذا السيناريو حقق لنا أول شيء دقة، لأنه الفواتير مثل ما حكينا هون موجودين كلهم بالأرقام التسلسلية والتواريخ وما إلى ذلك. الشغلة الثانية اللي حقق لنا إياها إنه إذا صار في تغيير على النموذج الأساس من غيره ضمن النموذج الأساس، تمام؟ هذا هو. إذا أربعة خطوات أساسية: تحديد المستلمين، إدراج حقول الدمج ضمن أماكنهم المخصصة، معاينة النتائج، إنهاء ودمج. هذا كان السيناريو الأول. طيب خلونا نشوف السيناريو الثاني. بالسيناريو الثاني عملنا القائمة وورد مو إكسل، لحتى بس فرجيكم إنه القائمة ممكن تكون إكسل ممكن تكون وورد. في عنا هون مثل مراسلة بدنا نبعثها لمجموعة شركات. السادة في شركة كذا كذا حسب اسم الشركة، تدعوكم مؤسسة الفارس الذهبي لتنظيم المؤتمرات والأفراح لحضور مؤتمرها السنوي الذي سينعقد بتاريخ السبت 14 فبراير 2022 أطيب الأماني. رمز الدعوة هو كذا، فأنا بدي أحط اسم الشركة ورمز الدعوة لكل شركة. إذا رحنا على قائمة المراسلات الخاصة بهذا القالب، ما حكينا أنه فيهم في قالب، رح نروح على قائمة المراسلات الخاصة فيها بطبيعة الحال رقم الدعوة واسم العميل، وفيها حق الجديد الزيادي اللي هو البريد الإلكتروني تبع هاي الشركة. إذا رقم الدعوة، اسم العميل، والبريد الإلكتروني تبع هاي الشركة. البريد الإلكتروني بتقولوا لي مانو مذكور هون، طيب له استخدام آخر. خلينا نسكر القائمتين نرجع على القالب الأساسي. السادة في شركة مثل ما حكينا، الخطوات هني أربعة: أول شيء تحديد المستلمين، استخدام قائمة موجودة حطيتها أنا على سطح المكتب اسمها قائمة المراسلات. ثاني شيء إدراج حقول الدمج ضمن أماكنها، فأنا مثلا هون بدي رقم الدعوة ولا اسم الشركة ولا اسم العميل ولا البريد الإلكتروني، بدي اسم العميل فحطيت اسم العميل هون. هون رح حط مسطرة مشان ما يجي الرقم يلي بده يتم إدراجه لازق بهي الكلمة، إدراج حقول رقم الدعوة. هلأ رح عاين النتائج. السادة في شركة السعادة لتوزيع منتجات الحليب، ممتاز، رقم الدعوة واحد. لاحظوا هون رقم الدعوة كيف عم يتغير، تمام. هاي هي النتائج اللي بدي اياها فعلا. رح طفي معاينة النتائج مشان ترجع اسماء الحقول لاسماء حقول. اخر شيء رح اقول له انهاء ودمج، لكن هالمرة انا بدي ابعتهم كدعوات بالبريد الالكتروني، ما بدي احررهم كمستندات منفردة. يعني اذا طلعوا هيك مثلا، اذا طلعوا هيك ما له معنى الموضوع، بعدين بدي ارجع انسخهم واحد واحد واحطهم بالايميل. لا، وورد بيتيح آلية جاهزة لهي القصة، هي إنهاء ودمج إرسال رسائل البريد الإلكتروني. ها بتذكروا لما قلنا هون ضمن القائمة، هون ضمن القائمة، لحظة، بتذكروا لما قلنا إنه هون ضمن القائمة في عنا البريد الإلكتروني؟ فهلأ رح ندله لوورد إنه كل دعوة، يعني دعوة السعادة لتوزيع منتجات الحليب، إرسلها للإيميل الخاص بشركة السعادة لتوزيع منتجات الحليب. دعوة شركة الأماني ارسلها للإيميل الخاص بشركة الأماني، هو راح يقوم بعملية الإرسال. إذا من هون إرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى مين؟ إحنا وين حاطين البريد الإلكتروني؟ بالملف تبع اللي فيه المعلومات المعطيات، حاطينه ضمن عمود اسمه البريد الإلكتروني، تمام؟ شو بدك يكون الموضوع مثلا؟
موضوع الايميل مال الموضوع مال الايميل له هاي الحقل تبع السبجكت، فراح نقول له دعوه لحضور المؤتمر السنوي مثلا، وخلص راح تخليها هاي على HTML وراح تقول له موافق. مجرد تقول له موافق راح بيفتح لك نافذه الاوتلوك، تربط الاوتلوك مع الايميل تبعك وبصير لحاله بيبعتهم واحد تلو الاخر كل دعوه للشخص المعني بهي الدعوة. إذن يا جماعة دمج المراسلات شو ما كان السيناريو بيعتمد على وجود قالب ومعطيات، قالب ومعطيات. المعطيات أو المعلومات أو قائمة المعلومات تبعية العملاء قد تكون إكسل قد تكون وورد. كتير مهم يكون بترويسة القائمة في عناوين للأعمدة كرمال هنيك بالوورد لما بدك تدرجهم تعرف كيف تدرجهم. والخطوات هني مثل ما حكينا 4 خطوات: تحديد المستلمين، إدراج حقول الدمج ضمن أماكنها المخصصة، معاينة النتائج، وآخر شيء إنهاء ودمج. كان هذا كل شيء بدرسنا لليوم. لا تنسوا تشتركوا بالقناة، فعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد.